طيب ماشي، ابعت لي الورق وعرفني الدور اللي انتوا عايزينه فيها وانا هقرا وارد عليك بكره. اه انا اخوها. ماشي، على الواتساب عادي عادي، خد وقتك. اوكي شكرا، سلام، باي باي. انت شايف ان اللي بتعمله ده صح؟ وماله اللي بعمله؟ يعني انك تشتغل مع هندر الشغلانه دي. ومالها الشغلانه دي؟ هي محتاجاني وانا محتاجها. مصالح يعني. ما بلاش تكلمي انت عن الموضوع ده والنبي. تاني يا دور. ايوه كل مره هتفتحي الموضوع انا مش هسكت. ندى انت سبتيني ورحتي اتخطبتي عشان مصالح. خلاص. خلاص انا حاسه انت هتقول ايه. انا محتاجاك وانت محتاجني. ممكن نجرب نرجع؟ وانا ما بقتش محتاجة انا. كلمتني وقلت لي نتقابل ليه يا طاهر؟ عشان نرجع صحاب. صحاب؟ على الاقل لحد ما ارجع احس تاني. انا مش بوعدك باي حاجه على الاقل دلوقتي. انا لسه محتاجه ابني نفسي. ممكن بعدها اي حاجه تحصل لي. ده لو انت عندك استعداد يعني. عندي استعداد لأي حاجة، بس أنت تكون معايا. إديني فرصة بس أفهم نفسي من الأول. يعني بس من غير أي وراك. بعت له وكلمني وانا قلت له يبعت لي يعني الورق وهقراه وارد عليك على طول. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.